هذا الدمار الهائل الذي لحق بممتلكات المواطنين تحديدا في خان يونس جنوب قطاع غزة كما نشاهد. ايش بتعمل هين انت؟ ايش؟ قصة قصة في دارك؟ هذه دار ولا محلة؟ هذا محل. ليش قاعد هين انت؟ ليش قاعد هين؟ ايش بتعمل؟ هذا محلكو؟ اه. ايش كنتوا فاتحين هون؟ فات مصاري. محل صرافة؟ اه. طب ايش قاعد بتعمل انت هين؟ انا قاعد هنا. طب بينفعش يا عم تقعد هين؟ خطر عليك صح؟ الله بعوضك يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. يعني هذا حال هذا الطفل الذي لا يريد مغادرة منزلهم الذي قصف او عفوا يعني هذا المحل الذي قصف في التصعيد او في